احنا مكملين برضو كلامنا على الكوميونيكيشن اوفر فيدنج تشانل، بس احنا عايزين نبتدي نتعلم اكتر عن الدايفرسيتي تكنيكس في حاله المالتي باث تشانلز، وممكن معاها كمان نبص على الفريكوانسي سيلكتيف تشانلز ونتعرف على نوع مختلف من الريسيفرز اسمه الريك ريسيفر، نشوف شكله عامل ازاي والبرفورمانس بتاعه ايه. تعالوا ما نبتدي بالدايفرسيتي تكنيكس. اولا الدايفرسيتي، لو دي دايفرسيتي باي ديزاين، يعني احنا قلنا ان ممكن يبقى فيه دايفرسيتي اتشيفد باي اكوردنج للتشانل موديل، زي ما احنا كنا بنقارن الناكاجامي ام فيدنج موديل بالريلي فيدنج موديل، وقلنا ان انهيرنتلي الناكاجامي ام تشانل فيها دايفرسيتي كومبيرد للريلي فيدنج بسبب التشانل موديل اتسلف، وقلنا ان الام بارامتر دوت ريليتد للسكاترينج الموجود في التشانل موديل. لكن اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ان انا بديزاين الترانسميشن والريسبشن سيستم تو اتشيف ساتش دايفرسيتي. فالدايفرسيتي ان يبقى عندي مالتيبل ريبليكاز اوف ذا سيم سيجنال عند الريسيفر، ايا كان المالتيبل ريبليكاز دولت وصلوا للريسيفر ازاي. فممكن نعتبر ان انا عندي جنرال communication model where عند الريسيفر بكومباين مالتيبل ريبليكاز اوف السيجنال، وليكن ان هوت ال سيجنالز، وكان عندي ال ريسيفرز او ال ريسيفنج باث، كل واحد منهم جاي له الترانسميتد سيجنال. لو احنا بنأسيوم ان انا عندي باينري سيجنالينج، فانا عندي تو سيمبلز اس 1 اند اس 2، بس ممكن يكونوا التو سيمبلز دول تعدوا على تشانل affected by a certain noise we received، ونفس التو سيجنالز دول تعدوا على different channel وادد عليهم another noise were processed by receiver 2 and so on. ان انا عندي ال receivers، وكأن السيجنال اللي received from ال small l receiver هي عبارة عن السيجنال رقم k where k ديت 1 او 2، سوري السيجنال اس كي ام ديت الكي هيريفير للشانل وام هيريفير للسيمبل بتاعي هو which symbol of الامري symbols affected by الشانل رقم كي والاديتيف وايت جاوسيان نويز ذي كي. السؤال هنا هو عشان احقق دايفرسيتي الريسيفرز ديت هتعمل ايه، هتبروسس ازاي، وانا هكومباين السيجنالز ازاي. طيب الاول هنحقق المالتيبل ريبليكاز دولت ازاي. ممكن يبقى عندي فريكوانسي دايفرسيتي، ففي الفريكوانسي دايفرسيتي ذا سيم سيجنال از ترانسميتد مور ذان وان تايم بس ات ديفرنت فريكوانسيز، فانا كل ريبليكا از سنت ات ديفرنت فريكوانسي اوف ذا شانل، وكأن أنا بعمل some sort of frequency division multiplexing، بس الفرق هنا إن the same signal هي اللي بتتبعت على كذا band. طيب هي إيه الفكرة الأساسية من الدايفرسيتي؟ إحنا اتفقنا إن أنا عندي لو أنا برسم اللي channel gain وليكن ألفا of t ك absolute value أو ألفا of f بقى، هيبقى عندي frequency selectivity، وقلنا ان انا عندي الكوهيرنث باندوتس هو الرينج اوف فريكوانسز اللي التشانل جين فيه كان بي كونسيدرد فلات او كونستنت. طيب بس ده ما يمنعش ان بينج فلات ما يمنعش ان ات ديفرنت فريكوانسي رينج الجين نفسه بيبقى متغير. فانا لو بالمصادفه السيجنال از بينج ترانسميتد في الفريكوانسي رينج دوت اللي ات سيرتن تايم كان التشانل جين اللي ستيل ممكن يعتبر فلات بس قليل، ده اللي احنا بنسميه الديب فيد، فالسيجنال ويل بي سيفيرلي اتنويتد وبالتالي تبقى فولنربل اكتر اجينست الاديتيف وايت جاوسيان نويز وبالتالي يحصل ايرورز كتير. وايل ان انا لو انا في السناب شوت ديت لو انا بعت السيجنال في الفريكوانسي رينج دوت ستيل الباندوث دوت اصغر من الكوهيرنس باندوث وبالتالي الشانل كان بي سين as flat channel، بس هنا channel gain عالي وبالتالي signal is not
as much attenuated as لو كانت مبعوثة هنا اهوت، وبالتالي يبقى probability of error قليلة، لأن اتفقنا احنا إن السيجنال تو نويز ريشيو كان بي سين إنها ألفا سكويرد في الإنرجي أوفر إن نوت، فـ the higher the alpha the higher the gain of that channel the higher the signal to noise ratio وبالتالي the better the error performance. المشكلة كلها إن أنا عندي بسبب التايم varying nature of the channel ممكن بعد شوية يبقى الـ channel gain عامل كده أهوت، ويبقى الرينج ده of frequencies هو دوت اللي فيه deep fade. فانا ما اقدرش اسلكت فريكوانسي رينج بريفيربل هو دوت اللي اعمل ترانسميشن فيه. لكن لو انا بعت السيجنال مره هنا اهوت، مره في الفريكوانسي رينج دوت 1 ومره في الفريكوانسي رينج 2، اللي تشانس ان الاثنين يبقوا ان ديب فيد تشانس قليله، بروبابيليستيكلي دي تشانس قليله. وبالتالي لو واحده فيهم اللي تشانل كانت سفرنج فروم ديب فيد، الثانيه غالبا مش هتبقى suffering from deep fade، فأقدر when I combine the received signals from both frequency ranges أطلع بحاجة كويسة، أطلع بسignal robust against the additive white Gaussian noise، وبالتالي the probability of error فيها تبقى قليلة. برضو هي فكرة إن أنا دلوقتي عندي تعالوا ما نعتبرهم two signals مبعوتين على two different channels، فال probability of error في ال channel الأولانية P1، ال probability of error في التشانل التانية B2. بما ان التو سيجنالز دولت ار ذا سيم، وبالتالي البروبابيلتي اوف ايرور ان بوث تشانلز هي اقدر احسبها ازاي؟ لو التو تشانلز دولت ار اندبندنت، فبالتالي اقدر اعتبر ان البروبابيلتي ديستريبيوشن اوف السيجنال هنا هوت مختلف عن التشانل التانية، وبالتالي البروبابيلتي اوف ايرورز ار اندبندنت، فاقول انه عشان يحصل اوفرول ايرور البروبابيلتي اوف ايرور هتبقى البرودكت اوف بي 1 اند بي 2. طبعا انا بتكلم على فراكشنال بروبابيلتي اوف ايرورز، وبالتالي البرودكت دوت بي 1 اند بي 2 اصغر من سواء بي 1 لوحدها او بي 2 لوحدها، which means ان انا عندي امبروفد بيرفورمانس. فهي ديت المين ايديا اوف الدايفرستي، ان انا ابعت كذا ريبليكا اوف السيجنال على اندبندنت شانلز such that they can correct each other أو they can support each other، بحيث إن الـ probability of error تبقى أفضل في حالة الـ diversity. الـ frequency diversity أنا ببعت كذا ريبليكا على كذا channel، عشان يبقوا الـ two channels دولت أو الـ L channels اللي أنا هستعملهم for diversity يكونوا independent، لازم يكونوا separated from each other by frequency more than الـ coherence frequency. لان هما لو separated by less than دلتا اف سي اللي احنا سميها الكوهيرنس باندوتس هيبقوا correlated، وبالتالي مش هيبقوا independent. ف in order to achieve the independence اللي هيفيد the probability of error او هي help improve the probability of error لازم يكون the separation between the channels more than the coherence bandwidth. Using بقى the same concept the time diversity can be understood ان انا هبعت the same signal ممكن at multiple times at the same frequency بس at different times، ويكون الفرق في التايم ما بين مرة والتانية او ما بين transmission والتانية more than coherence time، على اساس انه ممكن at certain time تكون اللي channel بتسفر from deep fade بس بعد شوية زي ما احنا شوفنا هنا ده كان at time T1 ده at time T2، فانا هفضل ابعت على التشانل على الرينج ده وفي الفريكونس، بس في التايم الاولاني كان في ديب فيد، في التايم الثاني ما كانش فيه الديب فيد. طب عشان اضمن ان التشانل ستيتس تتغير من تي 1 لتي 2 لازم التايم ديفرنس دوت يكون اكبر من الكوهيرنس تايم عشان يبقى فيه تشينج في التشانل جين. طيب ممكن كمان نعتبر ان الشانل كودينج نوع من انواع الدايفرستي، يعني لو فاكرين ابسط نوع من انواع الشانل كودينج هو الريبيتيشن كودينج، ان انا ال1 هبعته 3 ones وال0 هبعته 3 ones لو انا عامل ريبيتيشن كودينج بريت تلت. طيب ما هو انا كده انا ببعت نفس السيمبل، ال1 ببعته 3 ones وال0 ببعته 3 zeros. اي نعم هو
الرك هنا هو انا الثري وانز دولت ابعتهم ازاي at different times ولا at different frequencies ولا at different times و different frequencies، بس ممكن نعتبر ان الكودينج دوت some sort of diversity. لو انا simply الوان هبعته three ones فاكيد الثري وانز دولت هبعتهم at three different times. لو بالمصادفة three different times دولت الفرق ما بينهم larger than الكوهيرنث time يبقى أنا عندي time diversity. لكن كمان إحنا عادة مع الكودينج بصفة عامة وبالتالي applied على repetition coding نحب نعمل interleaving عشان نavoid ال burst of errors اللي بتحصل في الشانل. معنى كده هوت إن ال one اللي أنا هعمله repetition three ones قبل ما ابتدي اعمل ترانسميشن هعمل انترليفنج، فهوزع الوانز دولت مش هيبقوا ورا بعض، وبالتالي التشانس ان الوانز دولت يتبعتوا at times separated by more than the coherence time يبقى كونديشن سهل التحقيقه او inherently متحقق. كمان لو انا بعمل حاجه زي الاو اوف دي ام او المالتي كارير موديليشن اللي فيه انا بستغل باندوث كبير وقسمه into sub-channels وابعت different streams أو different sub-streams of the data at different channels، فالتشانس إن كل one من دول أو كل zero من دول يجي at different channel أو at different sub-carrier كبيرة، وبالتالي يبقى أنا برضو inherently بحقق frequency diversity. فيبقى أنا ممكن ال diversity techniques ديت تكون inherently متحققة بالchannel model according للchannel model، أو أنا by design أنا بعمل repetition سواء أو ببعت multiple replicas of the signal سواء at different frequencies أو at different times، أو حتى الكودينج itself inherently في نوع من أنواع الdiversity وعلى حسب used إزاي وimplemented إزاي ممكن يكون ده time diversity أو frequency diversity. عندي كمان antenna diversity أو ساعات نسميها spatial diversity. في الـ spatial diversity أنا ببنفت from المالتبل من يبقى عندي multiple antennas سواء عند الترانسميتر أو عند الريسيفر أو عند both، فإن اللي channel اللي between each pair of antennas will probably have slight differences in المالتيباث، وبالتالي وكأن عندي different channel models، فيبقى كل أنتنة بيجيله different form of the signal أو different replica of the signal، فأنا في الحالة أنا ببعت الـ signal في نفس الوقت وفي نفس الـ frequency. Let's say يعني assume the simplest model إن أنا الـ transmitter بتاعي is a single antenna بس الـ receiver has multiple antennas، وبالتالي في signal مشيت في التشانل ديت عشان توصل للريسيفنج انتنا الاولاني ومشيت كده ومشيت كده وصلت للتو انتنا الاخرين، فيبقى انا عندي 3 replicas of the same signal transmitted at the same time at the same frequency received at الريسيفنج سايد بتاعي. لو الانتنز دولت ار sufficiently separated such that التشانلز الثري تشانلز في الاكزامبل دولت ار اندبندنت يبقى انا بحقق دايفرسيتي. طيب يبقوا ايه ال commonly accepted separation؟ ان لو ال distance between الانتنة زيت في الرينج بتاع 10 times ال wavelength، فيبقى انا لو انا عندي الريسيفر is equipped with multiple antennas طبعا برضو it's the same applies لو انا عندي multiple antennas عند ال transmitting side، فيبقى انا اقدر احقق spatial diversity، بس عشان يبقى فيه diversity benefit of using the multiple antenna system دوت أو اللي commonly known as the MIMO system لازم يكون the antennas are uncorrelated، فلازم يبقوا separated by multiples of wavelength. نفس multiple input multiple output system can be used for different types of gains. يعني أنا عشان أحقق الـ antenna diversity لازم الـ antennas يكونوا separated by more than أو by multiples of the wavelength. طب لو هم قريبين من بعض، لو الـ separation is actually less than الـ lambda يبقى معنى كده إن الـ channels are correlated.
most of the receiving antennas will receive the same signal. طب يبقى انا كده ايه البنفيت بتاعتي؟ البنفيت بتاعتي في الجين، في السيجنال تو نويز ريشيو جين، ان انا عندي ذا سيم سيجنال probably experiencing correlated channel model received من كذا انتنه، ف if I add them together as if I am collecting more energy of the signal، وبالتالي السيجنال تو نويز ريشيو او الريزلتنج سيجنال تو نويز ريشيو تبقى عاليه compared بالكيس ان انا لو انا عندي سنجل ريسيفر. ففي الحاله دي اقول ان انا عندي او ببنفيت من المايمو سيستم بان انا عندي سيجنال تو نويز ريشيو جين. يبقى ممكن يبقى عندي دايفرسيتي جين، وده زي ما قلنا يبان في البروبابيلتي اوف ايرور كيرف، ان انا يبقى عندي ده البروبابيلتي اوف ايرور كيرف، او خلينا ده كده البروبابيلتي اوف ايرور كيرف without diversity، وده يبقى with الدايفرسيتي عندي سلوب اكتر. لو انا عندي سيجنال تو نويز ريشيو جين، انا عندي ده without السيجنال تو نويز ريشيو جين، with السيجنال تو نويز ريشيو جين عندي almost a parallel curve بس with lower error probability او shifted to lower signal to noise ratio، بمعنى ان انا اقدر احقق the same probability of error at using او at the same transmit signal to noise ratio، لان انا بعمل combining بmultiple antennas. بالمرة بقى a third benefit of الميمو ان انا يبقى عندي multiplexing gain. لو انا عندي multiple transmit antennas فانا ممكن بدل ما ببعت من الكذا transmit antennas دولت the same signal، سواء بقى الانتنس دولت قريبين من بعض يبقى انا بحقق signal to noise ratio gain، او بعاد عن بعض فانا بحقق diversity gain، ممكن من multiple transmit antennas دولت ابعت multiple streams، فانا بدل ما ببعت at a time one symbol طالع من كل الانتنز، لا هبعت من كل انتنة different سيمبل. طبعا لازم يبقى بطريقة such that الريسيفر يقدر يريزولف السيمبلز ديت، وعشان كده هو عندنا حاجة اسمها السبيس تايم بلوك كودز، ازاي at different times ابعت from different antennas السبيس السيمبلز such that الريسيفنج سايد يقدر يريزولف ال symbols from the combined transmitted symbols زي. ففي الحالة دي يبقى أنا بحقق multiplexing gain أو إن أنا بيبقى عندي higher data rate gain. طيب فيبقى الأنتنة diversity، نرجع تاني بقى للسكوب بتاعنا الأنتنة diversity بالذات، إن أنا ببعت في نفس التايم في نفس الفريكونسي بس بريسيف من multiple antennas أو بترانسميت من multiple antennas، المهم إن أنا يبقى عندي simultaneous antennas. وعشان كده لو فاكرين في الاول خالص قلنا ان اللي channel models ممكن يبقى عندي AWGN model، ممكن يبقى عندي fading model channel model، ممكن يبقى عندي MIMO channel model. في الحالة دي MIMO channel model هو ال collection او ال combination او ال matrix of ال سواء ال independent او ال correlated channel models المختلفة ما بين multiple transmitting antennas و multiple receiving antennas. طيب another form of diversity ممكن نحققها برضو، ان انا يبقى عندي diversity في ال frequency non-selective fading. actually ديت frequency selective، احنا قلنا في ال frequency non-selective fading ان انا ببعت already at different frequencies بس يكونوا separated عن بعض ب more than the coherence frequency. ممكن كمان او الكوهيرنس باندز، ممكن كمان في الفريكوانسي سيلكتيف تشانل اعتبر ان كل جزء من السيجنال ات ديفرنت فريكوانسي، بما ان الديفرنت فريكوانسيز ديت اللي تشانل ليها ديفرنت جين، فيبقى اكني ببنفيت فروم ديفرنت سب كاريرز. دوت شبيه باللي احنا بنعمله في الوايد باند كوميونيكيشن سواء زي في السي دي ام اي او في الاو اف دي ام.